مع الحدث. صباح الخير للاحتفاء بنموذج نسائي آخر للمرأة العمانية التي تعمل وتجتهد في مختلف المواقع. هذه المرة الاحتفاء مع نموذج نسائي منفرد هذا التحديد بالتحديد. هذا النموذج حقق الكثير من الإنجازات في مجال ريادة الفضاء، حيث لقائنا في الدقائق القادمة مع المهندسة بهية بنت هلال الشعيبية التي منحت منحة من جامعة الفضاء الدولية لدراسة علوم الفضاء، وذلك بعد منافسة دولية. صباح الخير المهندسة بهية، وكل عام وأنت بخير. صباح النور أخ راشد، وكل عام وأنتم بخير بإذن الله تعالى. الجميع بخير على هذه الأرض الطيبة. ماذا تقولين؟ واليوم يوم مخصص للمرأة العمانية احتفاء بكل منجزاتها وأمجادها وأعمالها. بهذه المناسبة المميزة على قلب كل امرأة عمانية، أولا أقدم الشكر لحضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه على هذه المكرمة، يعني ونحن نحن نساء عمان بإذن الله قد هذه الثقة يعني التي أولانا إياها حضرة صاحب الجلالة، ونسعى دائما يعني بأن نكون أعلى من سقف التوقعات الذي يعني أعطي لنا. فنحن في عمان حصلنا على كل يعني ما نتمناه من حياة كريمة يعني كفلتها الدولة، من سواء التوظيف يعني التعليم والتدريب والتأهيل وغيره. نعم. طيب أختي بهية، بما أن اليوم أيضا احتفاء بيوم المرأة العمانية، فنقف مع محطات من حياتك أهمها دراسة الفضاء. يعني دراسة الفضاء ربما يعني في الفترات السابقة كان أقرب إلى الرجل، هذه المرة أنت كأول امرأة عمانية تدخلين غمار هذا المجال. كانت المسيرة أو التتويج بهذا اللقب أول عمانية تدرس علوم الفضاء أو مؤسس أول شركة فضاء عمانية، كانت يعني التتويج هذا كان مش لحظي، أو كانت عبارة عن مسيرة يعني سبقت هذه الأشياء أو هذه الألقاب التي أعطيت لي. يعني فهذه المسيرة بدأت يعني ممكن تقول من وأنا صغيرة، من قول 5 سنوات وأنا عندي هذا الهدف أني أدرس هذا المجال وأني أكون مطلعة على هذا المجال في علوم الفضاء. نعم. فيعني بدأت بالكتب والدراسة. بعد ما خلصت الثانوية كان بدل ما أتعلم أخذ الليسن أخذت تلسكوب، هذه من ضمن الأشياء اللي كانت مفترق طرق يعني. أيضا تأسيس النادي الفلكي في السلطنة، بعدها كملت ماجستير في الاتصالات المتنقلة والأقمار الصناعية. أيضا هذه الدراسة التي منحت من جامعة الفضاء الدولية كانت يعني على مجهود بذلت قبل كذا، اللي كانت في أبحاث ومشاريع في مجالات الفضاء، يعني في مجال الفضاء. نعم. فالحمد لله على هذه المنحة. اليوم يعني إلى أين هذه المنحة؟ يعني وين وصلتي فيها؟ في الدكتوراه. خلصت الدراسة يعني قررت أني أطبق ما تعلمت على أرض الواقع، وأن أرفع مستوى يعني عمان اللي يعني لتكون بين مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال. فكانت هذه المبادرة يعني مني بتأسيس شركة عالمية للفضاء والتكنولوجيا يعني نتيجة مسيرة نجاح علمي وعملي في مجال الفضاء أيضا، وأيضا هو شغف في بدء قطاع الفضاء في السلطنة. نحن نرجو لك كل التوفيق إن شاء الله، وإن شاء الله في احتفاء قادم بيوم المرأة العمانية نتواصل معك وأنت في الفضاء. إن شاء الله إن شاء الله. أيضا رسالة لكل امرأة يعني عمانية، سواء كانت ربة منزل، طبيبة، معلمة، مهندسة، فهي مؤثرة في يعني في كل مكان هي موجودة فيه، كل حسب قدرته وكل بمهاراته وموقعه في المجتمع. يعني شكرا لك المهندسة بهية بنت هلال الشعيبية، وكل عام وانت بخير مجددا. شكرا لك. كان ذلكم مستمعين الكرام احتفاء بنموذج لمرأة عمانية ناجحة، أول رائدة فضاء عمانية بإذن الله حصلت على منحة من جامعة الفضاء الدولية لدراسة علوم الفضاء. فشكرا للمرأة العمانية أينما كانت.
الميل.